تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. سيداتي سادتي، إن الله إلهنا رب أحد، رب واحد، فاعبد الرب فأحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك. نسمع أحيانا عن مجموعات، ربما مجموعة واحدة نشأت في الشرق، في الهند تحديدا، عندها أفكار تختلف عن أفكار العالم الإسلامي، ومع ذلك تقول أنها مسلمة. لن أجادل في هوية هذه الفئة أو غيرها، ولكن نأخذ الأفكار. من الأفكار ما يلي: أنه آدم أفضل من السيد المسيح، وأيضا يأخذون ويفسرون الكتاب المقدس من جهة والنصوص القرآنية من جهة أخرى على هواهم. طبعا عندما نقول نحن المسيحيين أن المسيح هو آدم الجديد، لا نعني أن السيد المسيح نسخة عن آدم، ولا يكفينا أن نقول أن المسيح كلمة الله، بمعنى أن آدم خلق بكلمة من الله، بل في السيد المسيح تجسد الكلمة. هذا من جهة. من جهة أخرى، حتى بناء على المصادر القرآنية نفسها، وأرجو ألا أكون قد غلط في الأمر، أخطأ في الأمر، وإلا فليصححني أهل العلم والكفاية. فآدم عصى آدم ربه فغوى، هذا ما نقرأه في سورة طه اللي هي رقم 20 121. أما السيد المسيح فلم تكن عليه معصية، كان وجيها في الدنيا والآخرة، جعل وأمه آية للعالمين، كما نقرأ مرتين في القرآن، إحداهما في سورة الأنبياء. الآن مع الأسف نسمع تفسيرات غير صحيحة حتى من الناحية الإسلامية. مثلا أن تفسير أن الله سبحانه وتعالى طلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسرها أحدهم أن الله طلب من الملائكة أن يسجدوا له تعالى بسبب آدم، يعني لام السببية. مثلا أنفقت للعذارى مالي، أي بسببهن. ولكن طبعا لست هنا لكي أوضح أمورا إسلامية، ولكن كأي إنسان يطلب النزاهة، ورد هذا الطلب، أي طلب السجود لآدم، في سورة الأعراف 10-18، في سورة الحجر 28-44، في سورة طه اللي هي 20-115، في سورة صاد 71-86. وهذا فرق بين النص القرآني والنص التوراتي. ويقول العالم سيدرسكي أنه ربما فكرة السجود للملائكة، عفوا سجود الملائكة لآدم، قد تكون مشابهة لما ورد في التلمود البابلي سندرين، يعني المحفل 29 باء: كانت ملائكة الخدمة تشوي لآدم اللحم وترطب له الخمر. فربما توهم بعض الحخاميين أن الملائكة، ملائكة الخدمة، سجدت لآدم. التفسير الآخر الذي أعطاه هذا الأخ الباحث أنه السجود لآدم يعني السجود لله بسبب آدم، قال
التفسير الثاني انه سجد يعني خضع يعني اطاع. كل هذه تفسيرات اتركها للعالم الاسلامي. يعني يكفي من حديثي اولا القول انه لا يجوز لاحد في الاسلام في المسيحية ان يفتي بغير علم او ان يتكلم من غير علم ولا رسوخ. الان نأتي الى الخلق او ننهي هنا كلامنا، ننهي هنا هذا القسم الاول من حديثنا لئلا نطيل على الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وشكرا لكم.